تنقل تلفزيون النهار إلى بيت عزاء شهيد الوطن الجندي موسى مرداسي بحي الشهداء في بلدية الزيتونة ولاية طرف، حيث تم تقديم واجب العزاء للعائلة. وقد تحدث أقرباء وأصدقاء الشهيد عن خصاله وأخلاقه واعتبروا استشهاده واجبا نحو الوطن. محمد بن كموخ بعث لنا بالتالي. هذا الابن البار لقد توفي في صفوف الجيش، غادرته الذئاب في الكهوف. ندعو له الرحمة والغفران وإن شاء الله يا رب يرحمه ويرزق أهله ذويه صبر السلوان. تجاري صحيبي من الصغر مع بعضنا، الصغر كومبلي مع بعضنا فوتنيه. وما كانش اللي ما قعدش معاه دقيقة وما حبوش، عجل فيه صفات الحسن. حنين اللي فيه قلب وعلسان وإنسان طيب طيب ياسر. راهو شهيد الواجب ويمثل الزيتونه، بلاد الزيتونه، ويمثل الطرف، يمثل الجزائر كامل. ربي يرحمه ويوسع عليه. وللاسف يعني كان بويو توفى العام اللي فات وجده توفى وعندوش سنه، كان ضغط كبير على امه، خاصه امه.